إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يا الله، أبواب الرزق في السماء مفتحة، تجد أن الله جل وعلا يرزقك العافية من باب، وباب يرزقك فيه الرزق، وباب يرزقك فيه المال، يرزق فيه الصحة، يرزق فيه الهداية، يرزقك فيه بر الأولاد، بر البنات، بر الأبناء، يرزق فيه صلة الأرحام، باب يرزقك فيه التوبة، باب يرزقك فيه الهداية، باب يرزقك فيه البركة، وهلم جراء. فتصيب الذنب الواحد، ذنب أنت تراه صغيرا جدا، ولكن هذا الذنب أغلق عليك هذا الباب الآن، وتصيب ذنبا آخر فيغلق عليك بابا آخر، وهلم جراء. أيها الأحبة، إننا نعبد ربا اسمه التواب، التواب الرحيم، الغافر، الغفور، الغفار جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول في كتابه في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يحب التوبة من عباده، الله يحب منك أن تتوب إليه، أن تفتح الصفحة معه. كل أبواب الجنة مغلقة طول العام إلا بابا واحدا لا يمكن أن يغلق، إنه أوسع الأبواب وأجمل الأبواب وأعظم الأبواب، باب التوبة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ حياء عاصم وبكاء دائم، ندم على ما فات واستقبال لما هو آت، خلع ثياب الجفا ولبس لباس الوفا. التوبة إلى الله هي الأمر الذي يحبه الله، ينادي عباده فيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا الله، في سورة النساء يفتح بابا للرجاء عظيم لك ولك ولي وللناس أجمعين، لكل من يسمع هذا المقطع الصغير أقول له: يقول الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا الله، إنه الله، إنه الله. من الذي يقبل التوبة؟ الله ينادي في أعظم آية عند أكثر أهل العلم من آيات الرجاء، أعظم آية الرجاء في فتح باب التوبة: إياك أن تظني أو تظن أن الله لا يغفر لك. لا، مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت سيئاتك، الله غفور، الله غفار، الله غفور، الله غفور.